يو ورا بيوتيوب يو بيتر نو وات ات از كوتش عبد الله معاكم حاليا في قلعه المحاربين واليوم عندنا ليجندري داي او ليك داي احنا نسميه ليجندري داي اول ثلاث حروف من الليك سميناه ليجندري داي لانه راح نشتغل على كل عضلات الجسم السفلي وي غانا هيت ليجز هارد اوكي فالتمرين راح يكون برعايه هذا الطيب بابلاس كبار إذا ما جربت هذا للحين ما أدري شنو ناطر المركب اللي فيه يعني اللي يفهمون بالبو أو سوري اللي يفهمون بالبري ورك أوت يعرفون شنو موضوعه هذا أوكي إذا تبي تصير مخطور بابلاس كبار سوالك خلطته السرية قبل الله يصيدونه وخلاها في سبلمنت أساس ما حد يصيده All right. Yeah. هذا الشهر حولنا الى سومو ديد ليفت لحي ما احس اني كومفورتبل في سومو ديد ليفت بس يمكن اشغل زوايا مختلفه عضلات مختلفه يمكن مع الوقت راح ارتاح في السومو واقدر ابدع بالسومو فالشهر راح نسوي اول شيء سديف ست اللي هو عباره عن 12 دقيقه راح يكون طقتين في كل دقيقة يعني توتال 24 طقة راح نسوي 65% من الماكسيموم يعني تقريبا راح يصير بالنسبة لي أنا 160 كيلو في تمرين جروب A عندي جروب B خمس جولات خمس أول تكرارات يعني خمس مع أربعة ثلاثة كل مرة وتزيد وزن هني أبي توصل 65 إلى 70% alright من الماكسيمم يلا alright طبعا اللي خليني ألبس بنطلون يوم ندور فادي إن هذا راح يصير سهل إني أدش أو يمكن توسع مع الوقت لا تنسى ايه ايوه روح صح 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 الله اعشق 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 Ooh!
Alright, كذي خلصنا lower body اليوم مثل ما شفته. وطبعا هذا جزء من البرنامج حي الشهر هذا، وكل شهر يتغير. فالشهر شوي مركزين أكثر على الفرونت سكوات، بس مثل ما شفته we hit all the lower body spots، الكور، العضلات، الريول تقريبا كلها. فهذا مثل ما تشوفون يوم عادي بالمكتب. وإذا عجبك lower body أو تبي تعرف أكثر، حط لايك أول شيء، سو سبسكرايب، ولا تنسى تسوي شير حق اي واحد ودي يعرف عن TFW او شوف جزء من TFW.